طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد، جرح قديم وجرح جديد، قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون، ويا ويلك لك انتي ممنون يلعبوا بيك. طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد، جرح قديم وجرح جديد، قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون، ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بيك. Allô? Fatine, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Après, tu as un seul fait que ça fait qu'il est prêt. Alhamdoulilah. Ok. Et il y a un peu. Plein de bouquets, tu as un peu fait. انت علاش كتجاوب؟ ايوا لي باسون دي خصني نشوف واش خاص شي حاجه، خاصهم الدواء. مزيان؟ ما عندك ما دير فاتينة. غير هذه الخدمة. بصح. أنتِ فينا هو؟ هو جاي. كنا سولتي سعاد عند من خيطة هذيك الجلابية، واتجاهتها قاتلة الطرح وإيفازي. الليمونية؟ أنتِ لا هو، أنا دورك على الخضرة. واش تنسطي؟ واش خرج لك العقل؟ واش سعاد تاع كاع الجلابية ولا حفظ؟ سرقتني تساعة فيك بعد مني. تهنينا تاتي الله يهنيك. خزيت يا لطيف. ياه 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 ياه. طلعي الدم. عادل وا عادل، تعال وليدي تعشى، تعال صافي خليه تما. يا وليدي نعس الشيطان، تعال تعشى، راه التليفون ما غيهربش. واخا دخلي سوق راسك وشي شغلك، شاد التليفون ولا ما شادوش، حطي العشا تما وخو عليا من هنا. واخا سيدي الله يخلف عليك، هذا هو اللي تستاهل عندك. انا دابا وانت كتدخلي راسك في شي شبوقات ماشي ديالك، حطي العشا تما وحيد عليا من هنا. حيد عليك وعرفتي شي يجيك مليح، ما كاينش العشا. مالك شاريه ليا انت؟ داكشي راه بفلوس بابا. فلوس باباك؟ انا غنوريك فلوس باباك. قلتي دابا تخرج في عينك تال هنا. ما كاين لا فطور لا غدا لا عشا. يلا طر. دابا فاش عينك؟ واش كتقلبي عليا؟ خديجة خليني نغلط فيك. يا ويلي. وي ومحمد محمد ومحمد. تشكو محمد؟ محمد هو اللي خيط سعاد ديك الجلابه الخضراء. ها ويلي وحدي، سير بحالك،
سير فحالك راه غنشيرك في الطاسي، سير فحالك. الله يا ربي الله سخفت، هذا اللي معاكم. اللي مالك؟ اللي مات ما عجبنيش. اش تبدل فيها؟ ما كنت عارفة كاع ما نسولك. بدلتي الكود ديال التليفون؟ لا. لا. لافيشور بدلتو، قال لك خصك تبدل معاها الكود. مزيان. الكود لا ما يحتاجش. تسنيش ماما تجي. ماما تسلمت عليها صباح بكري قبل ما تخرج. هي وفين يديوكم دابا؟ يجي عندي الشيفون، اليوم كاين حفل استقبال، غدا غنمشيو لوطي نبداو التدريب ان شاء الله. انا اختي عاوتاني على الشيفور. ما حسيتيش بصوتي بحال باه؟ لا لا جاني عادي مزيان. متأكدة. انت وحشك العفيريتة. انا صراحه تهلاي في راسك ونشطي ليا مزيان مره مره عيطي صافي ممكن يعني. تبارك الله عليك، ما عندي ما نقول، تقرير ممتاز. اللي شاف التقرير هذا يقول بأنك راه خدام في هذا الدومين من قبل. لا لا يخطيك أسيد الحاج، هو صراحة أنا ما عمري ما خدمت في هذا الدومين، ولكني خدمت في شركات بزاف وتعلمت من الإدارة. لا 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 ماشي غير شوية، بزاف. اللي شاف هذا الرابور راه يقول باللي أنت قديمة عندنا في هذه الشركة. اسمع فاتين، انا تبعت الطريقه ديالك في هذه الشركه هذه، وتبارك الله عليك عرفتك باللي ذكيه ومنظمه شغلك. انا من اللي بغيت نقول لك هو بنتي غيتا كتحمل الجزء الكبير في هذه الشركه، زائد المشاكل العائليه بطبيعه الحال.
لهذا بغيتك تعاونيها وتحملي شويه المسؤوليه معها. انتي ما بقيتيش غير صاحبه بنتي اميمه، انتي راه وليتي وحده من العائله. مرحبا بك. ما خليتي لي ما نقول سيد الحاج. تفضل. جيتي فوقتك. اخي فاتين دارت واحد التقرير ممتاز، ما عندي ما نقول، خاصك تطالعي عليه وتشوفي الملاحظات اللي كتبات. ان شاء الله. فاتين تفضلي، مشكلة تمشي للخدمة ديالك. بنتي غيتا، هاد البنت بغيتك تهلاي فيها، غادي تنفعنا في المستقبل. يكون خير. المهم هذاك الاشهار اللي غنديرو مع التلفزيون رانا دويت مع لاجونس، غادي يجيو يصوروا عندنا لي كاع لي شونتيي ديالنا ولي بروجي اللي عندنا، وغادي يكون معنا واحد الفنان كبير. مزيان، الله يوفق. وخصنا حتى مواقع الاجتماعيه حتى هي نخدموا عليها شي شويه، راك عارف كدير الاشهار و ايه. فاتين راه كتبت وشارت لهذا الشيء في التقرير ديالها. مزيان، الله يخليك. نبغيك الا تبداو ديروا اجتماع على كل اسبوع ياك، ومنين تكوني مع الناس ديال المعرض ما نكرهش تدخلي معكم فاتين كمنسقه. ولكن بابا يلاه بدات فاتين، خليها بعدا شويه غير حتى تتعلم. لا لا لا، غير عطاها فرصه، خليها يمكن تتعلم اكثر. انا قلت زعما نجيب اميمه هي اللي تخدم معنا شويه في هذا المشروع. ايه متفق معك، ولكن فاتين بينات لي من الاحسن تكون منسقه، وانا غنبدا نتصل بها مره مره. داكور. واخا سيدي، عطيني داك الرابور. ميرسي. شكرا لك. ايه ميرسي. عليك تعطيني نقرر الرابور انا الاولى. اخر مره ديري شي حاجه بالاخباري. فهمت كما دام غيتا راه غير هو اللي طلب مني وانا واخا هكاك. هادشي اللي كتبتي داخل بخدمتي، انا هي المديره ديال الشركه وانا اللي كنقرر، انتينا غير كتعلمي. فهمتي؟ شدك انت شي ملاحظات ولا اقتراحات؟ انا مادام راه طلبت منك قبل من اخر مره ديري شي حاجه بلا ما تشاوريني. اشنو بان لك؟ عرفتي راه غتفلتي فرصة واعرة، عرفتي لي زاكتيفيتي اللي درت؟ الله يلا بلان زوين هذا. هاد الويكاند نمشيو. نمشيو صافي. عندك تقولي لي عاوتاني نخرج لك شي بلان. ما تخافش قلت لك نمشي. هكا وليتي هكا، فطر فطر. خالتي خديجة، ها بغيت نسولك، شحال من عام دابا وانتي مزوجة بو عزة؟ ويلي ترى كثر من 30 عام، وهي دازت كلها تقول عاد 3 سنين ولا 3 ايام والله. وبيناتنا كنتي كتبغيه؟ ايه تمالك ويلي العادل، دابا عرضنا تبارك الله هذاك بو عزة يتبغى عا قول عتا. واش نصبرك عليه؟ ايه خليها على راسك.
باقا كتاخدي داك الدواء؟ حياني وليدي. باقا وليدي ناخدو. ترى انا لما شربتش الفانيدو اش نقولك؟ رانا نولي عنطرش في حوايجي، نولي غدا عاكل هبيل في الزنقة. هاو فاش كتشربي؟ بعد نشربو وليدي وانت كتشوف على مزيناتي وندوي وطلع لك النشاط ونغني ولي بوعز داخ. انا غادا ورايا تابعني، انا غادا هو تابعني. واش نقول؟ بوعز فايت تخداد وانا بغيت نشوفوك غيولي. لا ممنوع ويلي، ماشي واحد اللي عم شرب واحد الفانيدة حتى وقف عليا خديجة فرش لقي في البير. الله يا يومين هو ياكل في التبن يسحب ليه سفه. واش نضلتي معاه؟ هو ياكل التبن وانا ندردر ليه في كاوكاو. هذا من الاحسن تقطعي عليه الدواء. لا ما خصوش يشربوا وليدي. لا قولي لي يا خالتي، استر الوالد ديالي الكحل قصطو بالغيس، عافاك واش قدرتي تصبني عليه؟ هوي اللي ما صبنوش لك واخا وليدي في العشيه قال تلقاه مصبن. لا ماشي في العشيه دابا حيت غنلبسو في العشيه. ها واخا وانا نمشي نصبنو لك تاع نقردو لك بالحق. هاو نشوف لك دغيا. واخا واخا شوف خولي عديل القهوي. لا الكحل. الكحل واخ. فؤاد خليونا شويه بواحد نعافك. ماذا بغيتي يا مالكي؟ كتعرفني ما كنبغيش المفاجآت، هذاك الشيء باش كنبغي نحط النقط فوق الحروف من الاول. واش درتي حاجه غلطه شي حاجه ما عجباتكش؟ الا كنتي تفهمتي انت واميمه بلا ما نبقاو نطولوا في الهضره، تخلط ما بين الخدمة والعلاقات الخاصة راه كتخلعني، فهمتيني؟ انت راه عزيز عليا وميما راه اختي، والنهار الكبير عندي هو اللي نشوفكم فيه مجموعين. ما كرهتش، حتى انا هو هذا النهار اللي كنتسنى فيه. ايوا واش كتسنى؟ انا راه ما عليا والو، هي اللي كنحس بها باقا ما عندهاش الفكرة ديال الزواج في الراس. راك عارف البنات ديال دابا. مالهم بنات دابا؟ كان شي وحدة كرهت الزواج؟ فين وصلتوا؟ تفاهمنا على شي حوايج ولكن ولكن شنو؟ كنحس بها بحال خايفه، بحال باغا الوقت. اسمح لي يا فؤاد هكا ما غاديش نساليو، خصكم تاخذوا قرار نهائي واش غادي تخطبها ولا لا. حنا راه عائله محافظه، ولا سمحت لك تخرج معها حيت كنعرفك ولد الناس ومعقول، ولا كان هادشي لعب دراري صغار نحبسوه من دابا. لا انا باغي نجي نخطب. ايوا يلا توقد. الو مريم ها هي قدامي. شكون؟ زيوني. اش ما عيط لك انت؟ عيط لي انا. تليفونك طافي. شنو شنو قال لك بلي ماما كرهها في شي كلينيك؟ راهي لهنا. الو فين هادشي؟ ها اين كلينيك؟ انا جايه دابا. Hello.
خالتي كدير لي واحد المسمن واعر كيعجبني. ديال وليدي المسمن كون هاني. في راسك يا خالتي انا راك كنموت عليك وعزيزة عليا بزاف. وانت انا وليدي راك عزيز عليا راك بحال القيطة تاع العسل في قلبي وكدير وكدير. حق الله. شتي بوعزة؟ الله الله يا وليدي الله دكتي انت بالبرا مالوش دار. أحسن حاجة في داك التخربيق اللي دار في حياته كاملة. شناهي؟ هي تجوجك وجابك لعندنا لهنا. طلعتي لي يسحب لي عاد شي زبلة تاعك. لقيت ما نقول لها وماشي شغلها ماشي سوقها في حياتي يسوقته في حياتي أنا وياك وميمة هي راه ما قالت شي حاجة لعيب غير سولتني وصافي ويا رختك تيه ما تعرف وما تنسيش رأيي اللي لقتنا النار الأول دابا أنت غتعرف غير أكثر مني هذيك رختي وأنا اللي عارفها كتبغي تمشي الناس كاملين على طريقتها وعلى قانتها واخا صافي دابا نسالك غيتا انا اللي غادي نقول لك وقتاش نجي نخطبك ماشي وقت وفؤاد ماشي دابا وعلاش حتى يكون القرار ديالك وماشي ديال اختي غيتا وما تكونش ودينا بحال هكا وميمه شنو هاد الهضره راك زدتي فيه ما فهمتش ما وقع والو كتكبري الموضوع لا ما وقع والو عادي انت مبرد ما كاينش المشكل راه انت اللي ما تزيدش فيه بهاد البروده ديالك وميمه ميمه اش كديري بحالك خليتي الناس كيشوفوا فينا ما سوقيش في الناس وزيدون انا دابا معصبه ما تهضرش معايا الله يخليك خليني نمشي نبدل ساعه اخرى واخا غير نوصلك لا شكرا كيسحب ليش كتعصبي دغيا مين سوق كنتعصب هذه حياتي الخاصه وتا واحد ما خصو يدخل فيها شحال من مره كنقولها لك وميمه هذيك غير اختك بغات تنصحنا وتعاوننا ما فيها باس صافي صافي الله يكسر الا كنتي كتشوفها فحال هكا اوكي انا ما كنشوفهاش هكا شكرا يونس خويا شنو واقع؟ هرب شويه الكبري فين هي ماما؟ ماما كراها في البلوك علاش البلوك شنو واقع؟ ما عندك مناش تخافي ماما عيطات لك لقات تليفونك طافي اتصلت بيا جبتها لكلينيك ملي دخلتها الطبيب قال لي ضروري خاصها دير عمليه ما ديريش العمليه بغيت نشوفها عافاك فين هي؟ شوفي ما عندك مناش تخافي الحمد لله كلشي داز مزيان السيده قالت لي ان شاء الله غير تفيق من البنج نمشيو نشوفوها الحمد لله يا ربي شكرا يا يونس عفاك فين انا غنمشي نشوف معاهم داكشي ديال لاكيس والفلوس راك عارف ما كاينلاش انا تكلفت بكلشي كلشي خالص علاش يا يونس شكرا بارك الله فيك سمح لي بزاف ما كاين علاش شكرا يا مريم هذا واجب معززت ماماك من معززك بارك الله فيك كدير الزين لاباس عليك الحمد لله تي يا بنتي ليا ماشي هي هذيك شطاري خليني ساكته فاتي مسافراني معصبه ويلي ياك معاوتاني دبتي مع غيتا دارت لي مشكل مع فؤاد صاحبتي ويلي على فؤاد ياك ما بنت ليها في هادي هو كنضحك معاك ما تقلقيش عاودي لي شنو طرا شوفي اصلا غيتا اختي كتبغي تدخل في كل شيء في حياتنا كاملين فيا في ماما في بابا في عادل وراجلها وما رحماتوش ولكن باش تدخل لي في حياتي مع فؤاد لا وهو مكملها ومجملها كيترعد خايف منها ما فهمتش ويلا صاحبتي هادشي كاع ما يعصبك وما ديريش حتى انتيا في خاطرك زعما دابا الا تفرض عليه يجي يخطبك بيان سور هو اللي باغي ديريش كاع في راسك هادشي تكونيش مكلخه راه ماشي هذا هو المشكله فاتي المشكل سي كو غنتزوجو غتبقى ديما تدخل لينا في حياتنا وراه ما يمكنش هادي بعدا عندك فيها الحق وين انا بعدا ما قلت لك اليوم واش نطرا ليا معاه ماشي دارت فيه واحد الدوره شيطانيه وعلاش قالت لك لا
ما تعاودي ديري حتى حاجه بلا خباري. انا اختي ما بقيتش عارفه واش خدامه سكرتيره ديال الحاج ولا ديالها. وغير صبري اختي فاتن الله يعطيك الصبر. ولكن الا ما دارش معايا بابا حل معاها ما يمكنش. خوك بصح وجاوبيه. الو الو وين فاتين صافا؟ لاباس الحمد لله. ايوا قبلتي فراسك انا توحشتك. لا ما في خباريش. ايوا هي في خبارك دابا. نسالي شي اغراض عندي في الفيرما ونجي نشوفك. الله يخطيك ربي يتهلا. يلا فاتين انا خليك تسلام. يلا بسلام. مالك اختي كتهضري فوق خاطرك؟ ياك اميمه ما كي كتقولي لي بحال هكا؟ عادي يا صاحبتي زعما ما عرفانيش كيفاش كنهضر. نعومه زعما وخصني نقول كلشي كيبغيك. ياك بعده شكون هو هاد كلشي؟ لو بغيت كنضحك معاك. المهم خليتك على خير انا غنمشي. ويلي الله جيتي قلتي. والله الا عندي ما يدار. يلا نجي نقول لك ما راهيش تبدلات السكنه. مالها تسكنه اختي كي جاتك؟ انا بعد عاجباني حتى مولات الدار والله الا دايره معايا مسكينه مزيان. دابا اميمه انا الا مشيت نكري بلاصه اخرى صاحبتي شحال قدني سان كومبارابل. وصراحه شي مرات كنحسدك على هاد الاستقلاليه ديالك وحيت ساكنه بوحدك. تهزاني حيت ساكنه بوحدي؟ راه حاسدك على العائله واللمه اللي عندك. ايوا معلش. يلا بيزو باي باي. سلام. انت مع من داوي؟ راه مع واحد البنت سميتها فاتين. فاتين 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 ولا عالسميه؟ نوريوها لك وقولي لنا تيش بالك. صوره ليها. ها كي جاتك؟ هاي هاي هاي. لا وفاتين نيت لا زينه. تبارك الله تبارك الله. هاي 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 العادي الكحشم ومزينك. تبارك الله تبارك الله وليتي عريس. قولي لي يا خالتي. ها عجباتك تبادي اللي تزوج بها نجيو زوينين انا وياها؟ ها وليدي انا ما مكنتش نجاوبك على هادي راه الكارطة اللي غتجاوبك. كيفاش؟ راه لقيتك الكارطة غادي راه كاين. ايه بسم الله. حتى وليدي ها زهرك هاد خمامك وباش ياتيك الله. ها زهري هاد خمامي باش ياتيني الله. حتى وليدي زهرك طالع وشاد الطريق البعيده. تخمامك على البنت طويله معجونه اللون. وياتيك الله وليدي برزيق ما كنتي حاس ما ضان بيه. شوف وليدي انت واقف على طابله المخزن وبابورك مقلع. انا سيري بالو لقى هنا شي فلوس ما عرفتهم داخلين ما عرفتهم خارجين. واخا خالتي عرفتي شنو غديري؟ غتمشي لبيتي فوق الكوافاز غتلقي البزطان ديالي جيبيه واجي نعطيك البياض. ويلي تعطيني البياض سير سير ويلي عادي الوليد انا راه كنضحك معاك. لا لا والو ضروري نعطيك البياض سير. ايوا ملي حلفتي وليدي نوض كاين باس. هاكا وليدي هاك. ها لقيتيه؟ اي ها ها واحد. بسم الله. ها جوج. الله يعطيك الخير تبارك الله على وليدي عادي تبارك الله سبحان الله العظيم. سخي بحالك بحال بوك ياك. بحال قلت لك شي فلوس داخلين ولا خارجين هما داخلين. تبارك الله تبارك الله. ها
عادل عجبك المسمن شتك تحطي فيه ما هذا المسمن عندك واعر فراسك ما كينزلش المعدة كيطلع على مخ ديالك وعاب شوية عليك وليدي باش ما يضرك شي في المعدة عاب شوية وقيل انا اللي غنضرو ايه وخلي شوية راه ما كاينش شي وعدك عادل والله لا داقو شي واحد المسمن ديالي غناكلو بوحدي يا سابقك بوعزة يا قرفة ستة انا نخبز وين بوز انا نخبز وين بوز ياك عاد تجريت عليه حبيبة ديالي العزيزة ديالي تحبك اللي ما تذكرك اش كاينك لاباس مسالي هاد العشية ويلي تطيتي لا شوية متاش بنادم بغي يخرج مع الزوجة ديالو ويعيش الحب ويعيش اللقطات الزوينين صافي سير سير بركة مقلت العفة الله يتسقع بالله ويلي خلتي خديجة ما تخافيش بوعزة راه هو فوق المسمن ويلي انتوما مالكم وافقوا المسمن طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد جرح قديم وجرح جديد قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بقى